شنو معنى الرزق؟ الرزق مو يعني الثروة فقط، كل قدرة، كل موهبة، كل عطاء، كل منحة، هذه رزق. وإنفاق كل شيء بحسب. إنفاق المال أن تعطي للفقير، إنفاق الجاه أن تبذل جاهك لأجل الأعمال الخيرية، إنفاق الشباب أن تبذل جزءا من شبابك في سبيل الله، مما من ما ما كلمة موصولة وتفيد العموم لكل شيء، مما رزقناهم، كل رزق، كل شيء تملكه. رأيت رواية جديدا قبل أيام عن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، ينقل في هذه الرواية أن الإمام الحسين صلوات الله عليه، الإمام الحسين صلوات الله عليه له هواي أبعاد، ولكن من أبعاده أنه كان يستفيد من كرامته لأجل الله. أنت عندك ماي وجه، أنت عندك كلمة، أنت عندك احترام، استفد من هذه الكرامة لأجل الله. لا تخلي هذه الكرامة، هذا الوجه في يوم من الأيام يتحول إلى تراب. قبل ذلك اليوم، قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، استفد من هذه الكرامة، اعمل شيئا لأجل الله، نعمل شيئا لأجل الله. الإمام الحسين صلوات الله عليه كان يقترض قرض، الإمام كل ما كان عنده كان يبذله لأجل الله. وفوق ذلك واحد مو مكلف، مو واجب عليك، ولكن سيد الشهداء كان يقترض لأجل الله. وعندما أصيب في يوم عاشوراء صلوات الله وسلامه عليه كان مديوناً ببضع وسبعين ألف دينار. الإمام كان مديون، ليش؟ بنى بيتا، بنى قصرا، وإنما لأجل الله، لأجل الفقراء، لأجل أعمال الخير.